السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد فوزي يحييكم ويقدم لكم الحلقة الثالثة من أساسيات التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين. والنهاردة إن شاء الله نتكلم عن العنصر الثالث من مثلث التعريف وهو الأيزو. إحنا طبعا إحنا قبل كده اتكلمنا عن فتحة العدسة واتكلمنا عن سرعة الشطر، النهاردة هنتكلم عن الأيزو وهنشوف تأثير الأيزو. هو حساسية السنسور للتعريض للضوء، حساسية السنسور لتعريضه للضوء. النهاردة هنشوف هو تأثيره، ماذا تأثيره على الصورة، وهنشوف ان احنا ما بنيجي نغير الأيزو ازاي بنتغير الصورة من الغامق للافتح الى اخره، وهنشوف ان احنا امتى نزود الايزو او نقلل الايزو. تعالوا بينا كده نشوف على الكاميرا هنعمل ايه ونتعامل ازاي مع الايزو. دلوقتي هنشوف الصوره ديت. الصوره دي عباره عن زلعه كده ديكور، يعني انا مصورها في مكان مظلم ومثبت الصور. هتشوفوا نوع الصور، انا مثبت فيها فتحة العدسة ومثبت فيها السرعة بتاعت الشطر، بغير بس في الايزو. هتشوفوا الصورة دي طبعا على الكمبيوتر واضحة عن كده شوية، ولكن هي شايفة هنا مظلمة جدا. طيب انا لو بعمل كده انا هبتدي اغير في الصورة. الصورة ديت او المية ديت على سرعة 100 على ايزو 100. المية ايزو 100 احنا عارف ان هو اول درجة من درجات الايزو، ودي بتستخدم في الاضاءة الايه الطبيعية، مش محتاجين اي حاجة. هنبص بقى اغير كده في الصورة، هبص لاقي الصورة فتحت شوية، فتحت شوية. ليه؟ لاني زودت الايزو على 200، وانا مثبت الفتحه ومثبت الصوره. انا بس بغير في الايزو عشان نشوف ايه اللي بيحصل. اما اغير الصوره اللي هي بتفتح اكتر، لان بزود الايزو اكتر. اما افتح الصوره بص ابتدت توضح الصوره. ليه؟ لاني انا بعوض عمليه الـ الاضاءه بان انا بكبر في الايزو، بعلي الايزو بتاعي، ابتدي ياخد السنسور بيتعرض لكميه ضوء اكتر، فابتدي نشوف الايه الصوره توضح كده. بص هنا ابتدي ايه ابتدت الصوره توضح اكتر لان بزود السرعه. عملتها دلوقتي على 3200، على 3200 لان انا جوه في اضاءه صناعيه، وفي اضاءه داخليه، والاضاءه ضعيفه جدا، ومفيش فلاش. انا ما بشتغلش دلوقتي حاليا بفلاش. نيجي نبص هنا كده بقت السرعه الايزو اكتر 5000. تشوف الصوره وضحت ازاي. هنا الايزو زاد، الايزو زاد، الايزو زاد. بص الصوره بتفتح، بص الصوره بتفتح ازاي لحد ما تيجي تلاقي وقت ان الصوره دي بقت ايه عباره عن ايه، اضاءة بس بيضاء، بنقول عليها الصورة زي ما نكون بنقول عليها ايه ملسوعة كده. بالطريقة ديت نقدر نقول ان احنا عرفنا ايه هو الايزو، ايه هو الايزو، ان هو تعريض السنسور للضوء. كل ما بيزيد الايزو كل ما السرعه، كل ما الاضاءه بتاعتي بتزيد على الصوره. واحنا ما بنرشحش طبعا نزود اضاءه عاليه قوي كده اللي ايزو كتير قوي بره، لان بيحصل حاجه اسمها نويز، ضوضاء كده في الصوره، ومحببه بنقط بيضاء. فطبعا بيستحسن طبعا في الاوضاع ديت ان احنا بنستخدم الترايبود علشان يثبت الايه الصوره، يثبت الكاميرا على ايه الايد، ما بقاش فيها اي اهتزاز. ولكن بنفضل احنا الايزو ما يكونش زايد قوي، وعوضه بفتحه العدسه وبالسرعه. وبكده نكون احنا الحلقه الثالثه انتهينا منها، اللي هي العنصر الثالث من مثلث التعريض، وهو فتحه العدسه وسرعه الشطر والايزو. ان شاء الله الحلقه الجايه ان احنا هنتكلم بعد كده عن التلات عناصر مع بعض، وازاي بنربطهم مع بعض علشان نكون صورة مظبوطة صحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات خالد فوزي
وإذا الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.